في ارتباط ما بين عناصر النشاط الاقتصادي في أي دولة، لأن كلها بتأثر على بعضها. يعني هتلاقي مثلا القطاع العقاري وحجمه ونوعية الطلب عليه مرتبط بمعدل الفايدة في البنوك، وهتلاقي معدل التضخم مرتبط بأي تحريك في أسعار النقد الأجنبي. في الفترة اللي فاتت مع وجود بوادر كده بتقول إن ممكن البنك المركزي يفكر في خفض معدلات الفايدة في البنوك لأنها عالية ولأنها مكلفة على اللي بيفكر في الاستثمار، لقينا إنه في بعض التحركات التانية اللي ممكن تعوض العائد على الودائع بالنسبة للقطاع يعني العائلي وصناديق الاستثمار والتأمين. البعض شايف انه اجراء زي تعديلات قانون البناء الموحد، القانون رقم 119 لسنة 2008، يعني ده شيء مهم. في كلام كان اتقال انه تم ايقاف العمل بهذا القانون، وان اما يبقى هذا القانون تم ايقاف العمل بيه ده بيدي فرص اكتر للاستثمار في العقارات وبيرجع حركه البناء لمعدلاتها الطبيعيه من جديد في السوق العقاريه. البعض بيقول انه لا، هو اصلا لم يتم وقف العمل بهذا القانون، وانه هناك بعض التغييرات فقط في بعض الاشتراطات. احنا النهارده هنفهم ماذا يحدث، هو القانون ده فين؟ اتوقف ما توقفش؟ بيتم العمل بيه مش بيتم العمل بيه؟ ايه اللي حاصل؟ يعني ايه اللي حاصل في هذا الموضوع؟ لان احنا هنا كل ما بيهمنا المواطن البسيط، الانسان المصري اللي عايز يشتري عقار. الناس بتقول انه اوعوا تشتروا في الوقت، الكلام اللي بيتقال دلوقتي، اوعوا تشتروا في الوقت ده لان الوقت ده في يعني فقاعه عقاريه وفي زياده كبيره جدا في اسعار العقارات، واوعوا تشتروا في الوقت ده، استنوا القانون لما هيرجع هيوقف الزياده دي وهيرجع الأسعار القديمة، بنشوف أسعار الحديد، بنشوف أسعار الأسمنت. الموضوع الحقيقة مشتبك ومش واضح ورمادي، فاحنا قلنا نروح يعني أحد الضيوف الكرام المتخصصين في هذا المجال، ويعني لا يفتى بقى ومالك في المدينة، هو بقى اللي يقول لنا ماذا يحدث في سوق العقارات وإيه اللي حاصل في موضوع القانون ده. هو توقف هو ما توقفش؟ طب ليه بيقولوا توقف؟ معانا ضيف عزيز علينا، الدكتور رأفت شميس، أستاذ العمارة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، ومقرر لجنة إعادة قانون إعداد القانون البنى. أهلا بحضرتك، أهلا منورنا في مصر جديدة. عايز أقول لحضرتك حاجة، أنه يعني في الفترة الأخيرة الموضوع المشهد ملتبس شوية في هذا الموضوع، فياريت حضرتك تقول لنا إيه الهدف من قانون البنى رقم 119-2008؟ اتعمل ليه؟ ليه بيتقال أنه توقف؟ ليه بيتقال أنه دلوقتي رجع؟ إيه اللي بيحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا احيك على السؤال طبعا، لان في كلام كتير على حته القانون، وقف القانون 119 ده قانون مهم جدا في البناء المصري، لان هو كان قانون يتميز انه كان قانون موجه لحل المشاكل مباشره. يعني قبل ما نعد القانون دوت انا كنت مقرر لجنه اعداد هذا القانون، وكان في لجنه محترمه جدا متشكله في وزاره الاسكان برئاسه الدكتور عمرو عزيز السلامه رئيس اللجنه، وانا المقرر ومجموعه من الاعضاء المحترمين. الفكره لما كنت اتعمل كانت فكرته الاساسيه ان احنا بنتعامل مع واقع العمران المصري، وعايزين كان عندنا مشاكل في العمران المصري موجوده من زمان، كل شويه المشاكل وهتتحل ازاي. انا عايز اقول لك ان مصر من اوائل الدول اللي عملت تشريعات للبناء، عندنا اول تشريع وصلنا له في الدراسه كان التشريع بتاع الامر العالي اغسطس سنه 1982. فاحنا من 1882 سوري، من 1882 انت عندك تشريعات للبناء في مصر، ومن هذا التاريخ احنا بتطلع تشريعات لتنظيم عام البناء وتعديلات لتشريعات، ويحصل تشريع اساسي وتتلغي التشريعات السابقه لغايه ما وصلنا لقانون 176، قعد ممتد لغايه سنه 2008. اللي احنا فكرنا بقى نفكر في اعداد قانون موحد ليه؟ لكن عندنا قانون البناء وقانون التخطيط العمراني وقانون التنسيق الحضاري وقانون لتنظيم العقار الملكي والمستاجر، وكل دي قوانين بتتعامل في عمليه البناء وعمليه الترميم وعمليه الازاله وعمليه تصحيح الاعمال. فكان في ناس بتنادي بان احنا نحل هذا الاشتباك في القانون واحد من عده. كان عندنا عدد من المشاكل المحدده بدايه من تعدد التشريعات، تعدد الجهات اللي بتنفذ هذه التشريعات، تضارب في بعض التشريعات وعدم تنسيق من الجهات، عندنا مشاكل في الكوادر اللي قايمه على تنفيذ التشريعات،
عندنا مشاكل في الكوادر اللي بتطبق وبتنفذ في المهندسين والمكاتب الهندسيه والمكاتب الاستشاريه، كل ده واحنا بنجهز ل 119 كنا حريصين ان احنا نحل هذا التداخلات وهذه الاشتباكات. كان اولها ان نضم كل التشريعات اللي بتنظم عمليه البناء في مصر في قانون واحد، وعشان كده سموه قانون واحد، هو اسمه قانون البناء 119 سنه 2008 او قانون البناء الصادر بقانون 119 سنه 2008. وكان اهم ما فيه ان احنا لمينا كل التشريعات اللي بتنظم البناء في مصر في تشريع واحد، وفضل هذا القانون شغال. قابلته بعض الصعوبات متمثله، مثلا احنا ابتدينا يعني لم يتوقف هذا القانون، لم لا يتم تجميله. لا طبعا ده كلام غير دقيق طبعا. امال ايه الكلام الدقيق؟ ايه لا الدقيق حصل؟ ان ليه بيتقال الكلام ده؟ هقول اللي حصل ان احنا عملنا يعني طبعا في حاجه لازم اقولها هنا، ان لما حصل ايقاف للبناء في 2020 بالظبط كده في مايو 2020، كان الهدف من هذا الايقاف ان احنا نوقف عمليه البنى للمباني السكنيه فقط. طبعا البنى ما كانش وقف ولا يعني حتى المبالغات في نقل الكلام وكده، البنى ما وقفش خالص في مصر، اللي وقف كانت المباني السكنيه فقط، انما كل المباني غير السكنيه وكل المباني في الريف وكل المباني في المدن الجديده ما وقفتش. اللي وقف في المدن القائمه اللي فيها اوريدي مشاكل جامده جدا، وكان الهدف الايقاف ان احنا نعيد دراسه وتخطيط المدن عشان تستوعب، وده حصل. يعني ما حدش ينكر التطوير المهول اللي حصل في شبكه الطرق والمواصلات داخل المدن المصريه اللي خلى الايقاف او التعديلات اللي حصلت في التشريعات في الاشارات البنائيه ممكن يتم الرجوع فيها، بما ان احنا حصل هذا التغيير المهول في شكل الطرق في المدن المصريه، فطبيعي ان احنا نرجع بقى نفتح الاشارات تاني. اللي حصل في 2020 ايقاف اعمال البناء، وبعد كده ظهرت حاجه اسمها الاشارات البنائيه المؤقته. ما حدش قال ان القانون واقف. اللي اتلغى الاشارات البنائيه القائمه، لان القانون ما بينظمش ارتفاعات، القانون بينظم علاقات وبينظم اجراءات بيعملها المواطن وبينظم اجراءات تعملها الدوله وبينظم ازاي التراخيص تطلع وازاي الدنيا تتعامل. لكن اللي بينظم الارتفاعات حاجه اسمها الاشارات البنائيه والتخطيطيه، ودي موجوده في قرارات بيصدرها المحافظين او تصدرها الجهات المختصه منها المجلس الاعلى للتخطيط والتنميه العمرانيه. فالمجلس الاعلى للتخطيط والتنميه العمرانيه عمل اشتراطات بنائيه مؤقته ولم يلغي قانون. اوكي؟ اللي حصل الرجوع في هذه الاشتراطات وليس العوده للقانون، القانون قائم كان بينظم العمران المصري وبيفضل ينظمه، انما ما فيش حاجه اسمها القانون وقف طبعا. اللي وقفت الاشتراطات البنائيه اللي كانت شغاله وتم الاستعاده عنها باشتراطات بنائيه جديده. طيب.